لخمسة أعوام على التوالي تصدرت فنلندا دول العالم بالسعادة. كان آخرها هذا العام حين نالت اللقب في مارس الماضي خلال تقرير السعادة السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة منذ 2012 ويشمل 150 بلداً سنوياً. فما سر سعادة فنلندا؟ لأن فقرتنا سياسية بعض الشيء، فلنبدأ بأمور هذه البلد الهادئة سياسياً. فحتى ما قبل الحرب الأوكرانية يمكن القول أن فنلندا كانت تمتلك صفر مشاكل في حياتها السياسية، فضلاً عن حكومة ترأسها رئيس الوزراء سانا مارين فيها أربعة وزيرات من السيدات الحسناوات. ومن الناحية الاقتصادية فإن فنلندا تعد من البلدان الأعلى دخلاً للفرد، فالبلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 5.5 مليون نسمة يصل متوسط دخل الفرد فيه إلى 3600 يورو شهرياً بعمل يتراوح بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً. وإذا ما ذهب أحدكم يوماً إلى فنلندا فسيستمتع بأجواء جميلة، ربما تكون باردة شتاء بعض الشيء، لكنها معتدلة وجميلة في الربيع والصيف وأيضاً في الخريف، حيث تتساقط أوراق غاباتها الأخاذة في مشاهد مذهلة.